السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف في هذا الحفل الكريم وبهذه المناسبة العزيزة وأنا كل فرح وسرور، إذ أرى أن مشروعا هنا ومشروعا هناك بدأ يتحرك في الإطار والاتجاه الصحيح الذي يجعل القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمار والشركات الوطنية والأجنبية تتسابق من أجل أن تسهم في عملية البناء والإعمار وإدامة عجلة التطور بالاتجاهات التي طالما تحدثنا عنها، ونحن فرحون مسرورون اليوم ونرى تحولا هنا ومشروعا هناك وخطوة هنا وخطوة هناك، وهي كلها خطوات يكمل بعضها البعض الآخر مع جهد الدولة، لأننا وكما تعلمون أيها الإخوة لا يمكن للدولة أن تنهض بكامل أعباء المسؤولية وتحقق كل مستلزمات التطور والاستقرار وبناء الدولة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن ما لم تتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولكن الخط السياسي العام والخط الاقتصادي الذي كان متبعا في البلد لم يكن يؤهل أو يسمح لهذا القطاع ولرجال الأعمال وأصحاب المبادرات أن ترى مبادراتهم ومشروعهم النور، لأن السياسة العامة كانت تحصر كل الأعمال بيد الدولة. ومع التطور الذي حصل في البلد وعلى ضوء الدستور والاتجاهات التي تم تبنيها في عملية الإعمار والبناء وإتاحة الفرصة لشركاتنا الوطنية ورجال أعمالنا والذين يريدون أن يسهموا في تقديم الخدمات اللازمة لشعبهم ووطنهم، وجدنا أن حالة من التنافس والحمد لله بدأت تحصل بين مختلف رجال الأعمال والشركات. وإضافة إلى ما تم إنجازه من قانون أو أنظمة وقوانين ضامنة لرؤوس الأموال وللشركات التي تعمل في هذا البلد من التقلبات القانونية والتقلبات السياسية والتقلبات الأمنية، نجد أن الأرضية بدأت أكثر انبساطا وأكثر استعدادا وتقبلا لإطلاق المشاريع وفي مختلف المجالات. وإذا كان الوضع الأمني أيضا سابقا من المعوقات الكبرى، ومن هذا المنطلق نتحدث نحن في كل مرحلة رغم التطور الحاصل في الجانب الأمني نتحدث عن ضرورة إدامة التصدي لتثبيت الأوضاع الأمنية ومعالجة ما تبقى من ثغرات لأسباب عديدة، منها حتى تنطلق عملية الإعمار، لأن رأس المال لا يستطيع أن يعمل في بيئة غير آمنة، في بيئة مهددة. المشروع مهدد ورجال المشروع مهددين، لذلك من المهام التي نضعها نصب أعيننا إن شاء الله في عملية بناء الدولة هو أن نحافظ بشكل مستمر تصاعدي على الحالة الأمنية في البلد حتى تأتي الأموال وتأتي رؤوس الأموال والشركات لتستثمر في البلد. اليوم لا يسعني في هذا اللقاء الكريم إلا أن أتقدم بجزيل شكري واستعدادي والأخوة العاملين في أجهزة الدولة لدعم مجلس رجال الأعمال ودعم الشركات الذين يقدمون في كل يوم مشروعا من المشاريع التي تكون إلى جنب مشاريع الدولة في التعجيل والإسراع لتقديم الخدمات، وبالذات في المجال الطبي، لأن اطلاعنا على ما كان ينجز في العراق بأن العراق لم تبنى فيه مستشفى واحدة منذ سنة 1985 أو 86 ولا حتى مراكز صحية، وهذا ليس قضية سهلة، إنما هو تعطيل لمستوى الخدمة حينما يتحول عدد المواطنين أمام كل سرير واحد في المستشفى إلى عدة آلاف، خلاف ما معمول به في أضعف دول العالم، هذا العراق الثري، العراق النفطي، العراق الحضاري، العراق التاريخي، وإذا به هذه الخدمة الضرورية المهمة قضية الصحة، صحة المواطن تتعطل بهذه الطريقة. لذلك الدولة قامت بعدة مشاريع في المجال الصحي، وتمت عملية بناء عدة مستشفيات تعليمية وكبيرة،
ولكن تبقى الحاجة أكبر مما تم إنجازه. المهم عندنا أننا بدأنا، الدولة من جانبها بدأت، والمشاريع الآن مستشفيات في طور الإنشاء وليست في طور التعاقد أو الأفكار على الورق، وإنما هي في طور العمل والإنشاء. وإلى جنبها مثل هكذا مشاريع تقوم بها مؤسسات وطنية، رجال أعمال. وأنا أتقدم بشكري أيضا إلى الأخ الدكتور حسن حداد الذي تابع هذا المشروع كثيرا، وبسبب الظروف القانونية والظروف الأمنية ربما تلكأ المشروع وتعطل. هو قبل سنتين تقريبا كان المفروض أن يبنى في منطقة الكاظمية، ولكن قطعة الأرض التي خصصت أيضا حصل عليها طارئ ومشاكل ومداخلات، ولكن صبره وتحمله ومتابعته لهذه الفكرة أوصلتنا إلى اليوم الذي وجدنا هذا المكان الذي سيكون شاهدا على إقامة هذا الصرح، الذي هو ليس فقط لأغراض العلاج كما تفضل، وإنما لأغراض التعليم. حينما تكون إلى جنبه كلية طب متخصصة، هذا يعني بأننا سنحصل على مجال للعلاج ومجال للتدريس والتعليم وتطوير خبرات وكفاءات أبنائنا في مختلف المجالات. إخواني الكرام، هذا هو الخط الذي ينبغي أن نعمل عليه، ألا نذهب باحتكار المشاريع واحتكار العمل من قبل الدولة. الدولة لا تستطيع أبدا مهما أوتيت أن تؤدي كل المطلوب منها بالشكل الأمثل ما لم يكن إلى جنبها الشركات الأهلية ورؤوس الأموال والاستثمار. وبناء الدولة يحتاج من الدولة جهود كبرى في مجالات أخرى ربما تدع الكثير من هذه المجالات للمواطنين وللاستثمار ورجال الأعمال، وتذهب باتجاه تثبيت الأمن وتثبيت السيادة وتثبيت العلاقات الخارجية وبناء أجهزة الدولة وبناء مؤسسات الدولة والتشريعات القانونية وإلى غير ذلك من أمور تتعلق ببنية الدولة الأساسية الحقيقية، وهي مهام كبرى. وحتى يكون إلى جنب الدولة كما في العالم من تشكيلات لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني تأخذ جانبا من جوانب البناء والإعمار والخدمات وتسهيل الخدمات وملاحقة. الآن كم نحن نحتاج إلى مثل هكذا مشاريع ينهض بها القطاع الخاص في مجال العجزة، في مجال الأيتام، في مجال الضعفاء والفقراء، منظمات مؤسسات مجتمع مدني تعمل تجمع الأموال تؤسس مشاريع إلى غير ذلك من أمور تكون إلى جنب المشاريع التي تتولاها الدولة حتى تكتمل الصورة ويشعر. وأنا لا أقول فقط حتى نوفر هذه الخدمة، وإنما أجد أن من الأهم من الخدمة هو أن يشعر المواطن أنه هو شريك في بناء هذا البلد من خلال هذا المشروع. هو أصل الشعور النفسي، أصل الشعور الوجداني أنه هو شريك في بناء أو تطوير المجال الطبي من خلال هذا المشروع. هو هذا الشعور ينمي الشعور الوطني، ينمي الشعور الإنساني، ينمي حالة الشراكة والشعور بالشراكة بين الدولة وبين المواطن. أنا أنظر إلى هذا الجانب وأعتقد أنه مهم، ولعله قد يكون أحيانا أهم حتى من المشروع، لأنه إذا توفر هذا الشعور وتوفرت هذه القناعة ستنطلق عندها الاستعدادات والمبادرات، وستكون مبادرات كريمة إن شاء الله في مختلف المجالات. وأنا من الذين يتبنون وأخواني جميعا في الدولة وعملنا، وأرجو أن يكون عملنا موفقا في تشكيل مجلس رجال الأعمال، وطلبي من الأخوان في هذا المجلس أن يطوروا وأن يعملوا على تطويره وتوسيعه وفتح فروع له. وأدعو أيضا أجهزة الدولة أن تتعامل معه باعتباره ليس قضية محل تجاري مفتوح على حساب خاص، وإنما رجال الأعمال هم ثروة الوطن. وكما تحدثنا سابقا أيضا بأننا يجب أن نتجه لتطوير شركاتنا الوطنية حتى في المجالات النفطية، في مجالات الإعمار المختلفة، أن لا يبقى البلد دائما يعتمد على الشركات الأجنبية والخبرة الأجنبية، ونتحول إلى بلد ينزف من اقتصاده بشكل دائم. ويا ريت بس ينزف من اقتصاده بشكل دائم، لا يتطور من الناحية العلمية ولا من الناحية العملية، إنما مثل هكذا مبادرة لمجلس رجال الأعمال ودعم له وتغطيته بمشاريع وأنظمة وقوانين تجعله قادر على أن يتواصل مع مجالس رجال الأعمال بالعالم، إضافة إلى تواصله مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات. أنا لا أطيل عليكم، أبارك للأخ الدكتور حسن هذا المشروع،
وإن شاء الله كما قال نأتي مرة أخرى هنا وبأسرع وقت، وأتمنى عليه ونحن على استعداد للتسهيل لكل ما يتعلق بنا حتى يرى المشروع النور قريبا، لنأتي ونجلس مرة هنا أخرى ونفتتح هذا المشروع ويبدأ يستقبل المرضى ويستقبل الطلاب لتحقيق الخدمات التي يجب علينا أن نقدمها للمواطن بعدما طالت عملية الحرمان. أنا أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.